اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني فيه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبايل اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت، مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات، وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، أنا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسد زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخلية كان علقك. معلش يا باشا، من غلبي، أنا أصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. أنت فاكر إنك أنت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، إحنا متعسرين أكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. اروح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس، ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ودينا احنا على قد نيتنا الوسخه والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني؟ انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. هاتها لي.